التاريخ خبر ورؤية، وقد تكون الرؤية أعمق من الخبر. كانت الخلافة العباسية التي امتدت رقعة دولتها من نهر السند شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، كانت في عصرها الثاني تعاني مرحلة وهن واضطراب، ويتعاقب في خلافتها عدد من الخلفاء الضعاف، حيث خرج عدد كبير منهم من السلطة إما قتلاً أو خلعاً. في تلك الأثناء كانت دولة الخلافة الفاطمية الفتية خصمها السياسي والمذهبي تنمو وتزدهر في شمال إفريقيا، وقد أفسح ضعف الدولة العباسية التي فقدت السيطرة الفعلية على الأطراف، أفسح المجال أمام الدعوة الفاطمية لأن توسع من نشاطها في أرجاء الخلافة، لا سيما في ديار كتامة في المغرب العربي التي وصل إليها الداعية الفاطمي أبو عبد الله لنشر الدعوة الإسماعيلية. هذه الحركة الإسماعيلية استطاعت أن تقيم دولة في الشمال الإفريقي في البداية. هذه الدولة تأسست استناداً إلى عوامل عديدة. العامل الأول هو التنظيم، حيث قسموا العالم إلى جزر ولكل جزيرة داعية، وهؤلاء الدعاة يرتبطون بداعي الدعاة الذي يرتبط بالإمام. العامل الثاني هو العقيدة الدينية، الإيمان بهذه العقيدة. العامل الثالث ما أستطيع أن أسميه الإرادة النضالية القوية، مع ضعف قوة أو سيطرة الخلافة العباسية على الشمال الإفريقي عموماً. الدول الفاطمية كانت من ناحية النخبة السياسية هي نخبة مشرقية، إذن عبيد الله المهدي قادمة من المشرق من سلامية إذن، لكن هذه الدولة اعتمدت بصفة كلية تقريباً على إذن قبيلة بربرية، وهي قبيلة كتامة. تحالف مع قبيلة كتامة المغاربية، وبالتالي استطاع أن ينتصر على دولة الأغالبة وأن يقيم دولة شيعية إسماعيلية. نجح الداعية أبو عبد الله في جمع قاعدة عريضة من الأنصار حوله، استعان بهم للسيطرة على دولة الأغالبة ودخول عاصمتهم القيروان سنة 296 للهجرة. ويمكن أن نقول أن الدولة الفاطمية دشنت عصر الدولة القبيلة في المغرب. نجحت الدعوة الفاطمية أولاً لأن الدولة الأغلبية انتهى دورها التاريخي وترهلت ووصلت إلى فترة إذن الشيخوخة. أبو عبد الله الداعي أصله من العراق، وذهب بتكليف من الإمامة إلى اليمن، وأعلنت الإمامة آنذاك أنها ستذهب إلى اليمن وتؤسس خلافة فاطمية في اليمن، لكن حدثت مشاكل. المهم أن أبا عبد الله الداعي أرسل من اليمن إلى الحجاز ليرافق ركب الحجاج المغاربة من قبائل كتامة
ويذهب معهم إلى تونس أو ما بين تونس وجزائر اليوم هذا. ومن ثم وصله الخبر بأن إمامه موجود بسجن ماسة، فذهب إلى سجن ماسة وحارب اليسع ابن مدرار زعيم الصفرية الذي كان يحكم سجن ماسة، واستخلص الإمام وجرت احتفالات هائلة وصفت لنا من قبل القاضي النعمان وغيره من المؤرخين بإعلان أول إمامة شيعية في التاريخ، وبايع الناس عبد الله المهدي. اتخذ الإمام عبد الله من مدينة رقادة عاصمة له، ولقب بالمهدي أمير المؤمنين، وشرع في بناء عاصمة جديدة لدولته في مكان حصين قرب البحر في مدينة عرفت باسم المهدية. نظراً لاستراتيجية الدولة وأهمية البحر المتوسط، عمل جولة على شاطئ البحر المتوسط، فوصل إلى منطقة فيها بناء من العصر الروماني هائل اسمه الجم، وإلى جانبه ذراع ممتد بالبحر، فوقع اختياره على هذا الذراع وبنى عليه مدينة المهدية. سكر الذراع من جهة البر وحصنه وردم قسم كبير من البحر. المهدي كان يملك بعض الخشي من محيطه، خاصة أنه يعني لديه أعداء في المحيط الذي يخالفه مذهبيا، ويبدو أنه كان يملك بعض الهواجس الأمنية. لم تكن القيروان ولا رقادة فيما يبدو كافي لتلبيه طموحاته الأمنية. المدينة من الداخل خططت لتكون بداية ميناء حربي مهم، على اعتبار أن هذا الشخص كان يملك رؤية واضحة للدولة التي يعني أزمع بإنشائها، فكان الميناء جزء أساسي من هذه المدينة الجديدة. نقرت الأعماق حتى تناسب إنشاء دار لبناء السفن تتسع لأكثر من 150 سفينة، وهذا مهد لدخول الفواطم إلى البحر والسيطرة على الجزر الموجودة بالمتوسط بقوة. لا ننسى أن الدولة الفاطمية قامت في القرن الرابع للهجرة. ما معنى؟ يعني أن القرن الرابع للهجرة حركة الملاحة الإسلامية، يعني هذا الخط التجاري الكبير الذي يربط بين المارية من جهة والإسكندرية من جهة، وكان خط التجارة العالمية، والمهدية تتوسط هذا الخط، يعني أنها تتوسط طريق على البحار الذي يمر بالجزر المقابل المهدية. إذن من يسيطر على هذا الموقع يسيطر على حركة تجارة كبيرة. الأرسال للناس الفاطميين كان لهم مشروع الاستيلاء على العالم الإسلامي، والمهدية كقاعدة تتوسط الطريق نحو الأندلس لأن لهم مطامع على الأندلس، وتتوسط الطريق نحو مصر لأن لهم مطامع على مصر. إذن من ناحية الاستراتيجية الداخلية والخارجية لا يمكن للفواطم أن يجدوا موقع أحسن وأجدى من المهدي. الفاطميون كانت أساطيلهم تجاريا وعسكريا كبيرة وقوية جدا، ولربما المعارك التي خاضها الأسطول الفاطمي لا سيما معركة المجاز، عندنا بين صقلية وإيطاليا كالبيريا، العرب يسموها إقليم قلورية، كالبيريا عند الكتاب العرب قلورية. في هذه المنطقة حدثت معركة تعد من أعظم معارك التاريخ الإسلامي، يعني ذات السواري ما أهم منها، لكن لسبب ما الدعاية لذات الصواري
وأحيانا الدعاية بتخلق شخصية، إنما في الحقيقة هذه المعركة من أكبر معارك التاريخ البحرية الحاسمة. لم يطمئن الفاطميون إلى البقاء في تلك الوهاد الوعرة، ولم يعتبروا أنهم وصلوا بإقامة ملكهم في إفريقيا إلى ذروة الأمان والغايات التي كانوا يحلمون بها. لذلك ظلت أعينهم على مصر، طريقهم إلى تحقيق أحلامهم، ولهذا لم يكفوا عن مراقبة سير الأحداث في مصر وانتظار الفرصة السانحة لغزوها مجدداً. وقد أتيحت هذه الفرصة بعد وفاة كافور واضطراب أحوال الدولة والتنافس على السلطة في مصر ومطالبة كبار زعماء مصر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بفتح مصر، كما فعل يعقوب بن قلس أحد كبار رجال الدولة في عهد كافور. كانت مصر دون غيرها بنظر الفاطميين هي المركز الأصلح لتحقيق أهدافهم. فيها تستطيع الخلافة الفاطمية أن تقيم ملكها السياسي وإمامتها الدينية على أسس قوية باذخة. وظل الفاطميون ودعاة الشيعة من الفاطميين ما بين عامي 307 هجرية وحتى عام دخولهم مصر 358 هجرية ينشرون المذهب الشيعي ويعرفون المصريين سرا بفكر المذهب الشيعي وتعاليم المذهب الشيعي، حتى استغلوا ضعف الدولة الإخشيدية التي كانت تعاني في عام 357 هجرية سكرات الموت من بعد وفاة قائدها كافور الإخشيد. بدأ الفاطميون يجهزون ويعدون العدة للدخول إلى مصر، وأعلنوا، دعني أستخدم اصطلاحا فاطميا إسماعيليا، أعلنوا عن مصر دار هجرة. على الرغم من إخفاق ثلاث حملات عسكرية فاطمية من دخول مصر، فقد نجحت الحملة العسكرية الرابعة في زمن الخليفة المعز لدين الله بقيادة جوهر الصقلبي عام 358 هجرية في الاستيلاء على الإسكندرية ودخول مصر. لاحق جوهر فلول الإخشيدية والكافورية وقتل منهم الكثيرين في الوقت الذي كتب فيه وثيقة أمان هامة للمصريين، أشار فيها إلى ما أوعز به الخليفة المعز من نشر العدل وبسط الحق وإغاثة المظلوم وإسقاط الرسوم الجائرة. عسكر جوهر الصقلبي بجيشه في شمال شرق الفسطاط في موقع يبعد عن نهر النيل حوالي ميل واحد، وهو الموقع الذي أنشأ فيه مدينة القاهرة، حيث بنى قصراً ضخماً ليستقبل فيه الخليفة المعز، وسمى المدينة بالمنصورية. وبعد أربع سنوات قدم المعز إليها وسماها القاهرة تفاؤلاً بها، وبنى فيها الجامع الأزهر عام 378 للهجرة،
الذي تحول إلى جامعة علمية وألحقت به مكتبة كبيرة. لكن المشكل هنا أن القاهرة صارت عاصمة عظيمة، لكنها صارت مدينة للدعوة الإسماعيلية ولأتباع الدعوة الإسماعيلية وليست للمصريين، وكان هذا هو المقتل بالنسبة لمستقبل الحكم الفاطمي في مصر. كانت العواصم في مصر الإسلامية تبدأ مع الفتح العربي الإسلامي لمصر، عندما أنشأ القائد الفاتح عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ثم جاء العباسيون بعد ذلك وأنشأوا مدينة العسكر إلى الشمال الشرقي، ثم عندما استقل بحكم مصر أحمد بن طولون أنشأ مدينة القطائع. ولكن عندما وصل جوهر الصقلبي بدأ في إنشاء عاصمة حقيقية لمصر هي مدينة القاهرة. فكان مجموع هذه المدن الثلاث الفسطاط والعسكر والقطائع تمثل العاصمة المتروبوليتية لمصر، أي العاصمة التجارية والاقتصادية والعلمية، بينما مثلت القاهرة المدينة المصورة العاصمة السياسية والإدارية التي يقطنها الخليفة وفرق الجيش. منذ قدوم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مصر سنة 362 للهجرة، تغدو القاهرة منزل الخلافة الفاطمية بدلاً من الرقادة والمهدية، وتغدو مصر معقل الخلافة الفاطمية وملاذها بدلاً من المغرب. قال المعز للمصريين إنه لم يسر إلى مصر لازدياد في الملك أو المال، وإنما سار رغبة في الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة، في إشارة إلى طموحه بالخلافة وإمامة المسلمين. وحينما شكك البعض بنسب الفاطميين لآل البيت عقد مجلسه بالقصر ودعا إليه كبار القوم وسل نصف سيفه من غمده وقال لهم: هذا نسبي. ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال: وهذا حسبي. فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا. وفي ذلك ما يدل على اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاهها قبل اعتمادها على إمامتها وهيبة انتسابها لآل البيت. تم الفاطميون بتنظيم الدواوين، وجعلوا لكل ولاية في دولتهم ديواناً خاصاً بها، وكذلك اهتموا بتنظيم البريد ونقل الرسائل بين الولايات بواسطة الحمام الزاجل، كما طوروا نظام الشرطة والحسبة والقضاء، ووضعوا نظاماً إدارياً علمياً ودقيقاً لتوطيد حكمهم.
ونظموا الأمور المالية تنظيماً دقيقاً، وصكوا عملتهم بالدينار الذهبي والفضي، حيث عاشت مصر في عهدهم فترة هدوء واستقرار ورخاء امتدت قرابة قرنين من الزمن. كان الخليفة المعز لدين الله أول من وضع نظاماً دقيقاً للبحرية، ونسج على منواله من جاء بعده من الخلفاء الفاطميين. اهتم الفاطميون بالزراعة ونظم الري وشق الترع والجسور وقياس منسوب مياه النيل، وتقدمت في عهدهم صناعة السفن والورق والزيت والحفر على الخشب، واهتموا بحماية الطرق التجارية البرية منها والبحرية والمواصلات المائية عبر النيل. بالجانب الديني والعمارة الدينية كانت القاهرة تزهو بجامع مهم أسس بداخلها، بداية هو جامع الأزهر. هذا الجامع اللي ابتدى تأسيسه بعد يعني تخطيط الأسوار بحوالي 3 سنوات، وأنجز ليكون جامع الرسمي للدولة تقام به صلاة الجمعة. وهذا الجامع لعب دور ديني أيضا بتخريج الدعاة التي يعني الذين أرسلوا إلى أقطار العالم. ولكن حينما أنشئ الجامع الأزهر كان يعرف بجامع القاهرة، أنشأه القائد العظيم جور الصقلي في خلافة المعز لدين الله الفاطمي، وظل هذا الجامع يؤدي دوره العظيم في نشر المذهب الشيعي وتعاليم المذهب الشيعي وتفقيه المصريين بالمذهب الشيعي داخل مصر، حتى أطلق عليه الجامع الأزهر في عهد الخليفة العزيز بالله، نظرا لأنه أصبح جامعة إسلامية مزدهرة لنشر العلوم والفنون في تلك الفترة. إلى أن جاء على عرش الخلافة الفاطمية الحاكم بأمر الله الفاطمي وأنشأ الجامع الحاكمي، وكان على قدر من المساحة أكبر، فحمل لواء الجامع الأزهر في نشر وتفقيه المصريين في المذهب الشيعي. باعتبار أن أحد مظاهر الفن الإسلامي يعني عودة الرقش الإسلامي الذي نسميه الرقش الإسلامي، إحدى اتجاهات الكبرى للفن الإسلامي نشأ في المهدي. انظر إذن هذا إذن الزخرف الذي تخلى عن نبات وتحلنا عن الطبيعة وذهب إلى نوع من الإبهام بدأ مع المهدي، ظهور المقرنص اللي هو عنصر أساسي في الإسلامي ظهر في المهدي، وكذلك ظهور أيضا نوع جديد من الخزف الذي يعتمد على الرسوم الأدمية والحيوانية ظهر في المهدي وخاصة في صبرا. إذن الفن الفاطمي، ثم من الفرقات أن الفن الفاطمي فن صدر إلى خارج العالم الإسلامي. عندما نرى إذن فن صقلية نورمانية، قصر العزيزة والقبة والقبة الصغيرة والفوارة وإذن كل هذه المنشآت النورمانية، نرى التأثير الكبير للفن الفاطمي خارج إذن بوتقة العالم الإسلامي.
تألف مجتمع الدولة الفاطمية من شرائح اجتماعية متعددة، وقد تمتعت المرأة عندهم بمكانة رفيعة، وأثرت بعضهن في الحياة السياسية، مثل ست الملك شقيقة الحاكم بأمر الله، واحتفلوا بالأعياد الدينية مثل المولد النبوي ورأس السنة الهجرية، وشجعوا كذلك العلم والأدب. كما برزت في عهد الفاطميين شخصيات علمية وطبية، من أشهرها علي بن الرضوان وابن الهيثم. عمل الفاطميون على جذب المصريين عن طريق الإكثار من مظاهر الأعياد والاحتفالات الدينية التي أكثروا منها ولم تكن معهودة عند المصريين من قبل، لم يكن المصريين يعلمون عنها شيئا، وما كان يصاحبها من مظاهر احتفالات كثيرة جدا من كثرة الأطعمة والحلوى ونشرها على المصريين. وأيضا كان الخليفة الفاطمي في المواكب السلطانية يمشي في الموكب وينصر الدنانير على المصريين لتحبيبهم في الخلافة الفاطمية. في أيام المعز توطدت أركان الدولة، وابنه العزيز استطاع أن يأسر الابتيجين ويسيطر على بلاد الشام، لكن سيطرة غير مستقرة متقلقلة، إنما صارت الشام تدين بالطاعة على الأقل بالنقود والدعوة على المنابر للخلفاء الفاطميين. وهذا في هذا الوقت صارت الحجاز ولا سيما الحرمين مكة والمدينة تابعة للخلافة الفاطمية، واليمن أيضا. كان عهد المعز بمصر عهد توطيد ودفاعا عن الملك الفتي، وكانت جيوش المعز قد افتتحت الشام كما افتتحت مصر، وبسط عليها الخليفة الجديد حكمه، ودعا له بنو حمدان في حلب، وامتدت مملكته الشاسعة من أواسط المغرب إلى شمالي الشام، لكن خطر القرامطة ظل حائما في الأفق. أنا شخصيا بحثت مطولا حول العلاقات القرمطية الإسماعيلية، والنزاعات لم تكن نزاعات مذهبية بقدر ما كانت زعامات وخلافات حول منافع ومصالح. استطاع جعفر بن فلاح رد القرامطة والاستيلاء على دمشق،
لكن القرامطة زحفوا بعد ذلك إليها وهزم جعفر بن فلاح وقتل. بلاد الشام هي الدهليز يعني الممر إلى العراق، فالاستيلاء على بلاد الشام يعني التوجه بعد ذلك لإسقاط الخلافة العباسية. وأيضا لا ننسى أن الدعوة الإسماعيلية نشأت في السلمية في بلاد الشام، وبالتالي التوجه الطبيعي أن يكون لمركز الانطلاق للهيمنة عليه، وبلاد الشام ذات أهمية في التاريخ العربي والإسلامي، وبالتالي لا تكتمل مفهوم الخلافة الإسلامية بدون أن تضم المشرق الإسلامي إلى مغربه. ظلت الشام مسرحا لعدة حوادث، ففي دمشق خرج بعض القادة المحليين على حاكمها ظالم بن موهوب العقيلي، وانتهى الخلاف بينهم على تولية أحدهم وهو جيش بن الصمصامة الذي حكم المدينة في ربيع الآخر سنة 364 للهجرة. لكن القلاقل استمرت وأضحت دمشق مسرحا للشغب والفوضى. قد يسأل سائل، هل استقر الحكم الفاطمي في بلاد الشام؟ يعقوب بن كلس من أكبر شخصيات الإدارة الفاطمية، كان وزيرا للعزيز، مرض وهو على فراش الموت، عاده العزيز. مسألة كبيرة جدا، الخليفة يقوم بعيادة أحد عبيده، مشكل. فسأله وقال له أوصني، فقال يا أمير المؤمنين، سالم الروم ما سلموك، وارضى من الحمدانية بالخطبة والسكة، ولا تبقي على دغفل ابن الجراح إن واتتك فيه الفرصة. لنحلل هذه الوصية. إذن أنت لا تدخل في حرب مع العراق، مع بيزنطة، اقبل من حكام حلب بالخطبة والسكة، يعني ذكر اسمك على النقود. أما دغفل ابن الجراح فكان في الرملة، ينبغي عدم السماح باستقلال دولة في فلسطين. أرسل المعز إلى قائده كتاباً يحذره فيه من عواقب الاصطدام بالحمدانيين، ويأمره باعتماد سياسة اللين معهم. لكن حلب سقطت في يد الخلافة الفاطمية في عهد الحاكم بأمر الله، وبهذا زالت الدولة الحمدانية فيها. والدولة الحمدانية بعد سيف الدولة صارت دولة اسمية، فلذلك الفاطميون أرادوا بلاد الشام وحلب للوقوف أمام الدولة البيزنطية، إنما فيما بعد تبنوا سياسة عملية بإبقاء الإمارة الحمدانية في حلب لتكون بافاستيت، دولة عاجزة بافاستيت بين بيزنطة والخلافة الفاطمية. تمكن البيزنطيون بقيادة نقفور فوقاس من اجتياح حلب وتدمير وقتل معظم سكان حلب، وسيف الدولة إثر ذلك أصيب بالفالج ومات. Okay.
في بلاد الشام، بلاد الشام لها نزعات خاصة. صحيح أن معظم سكان بلاد الشام آنذاك كانوا اثني عشرية، إنما أهل الشام صعب عليهم القبول بالحكم الفردي المتسلط المؤله، ولذلك هذه البلاد عرفت منظمات شعبية، وهذه المنظمات ثارت ضد الفاطميين بسبب العقيدة أو تأليه أو تقديس الإمام، ما بدي أقول تأليه، تقديس الإمام. مع ذلك في ظاهرة عجيبة أن العقيدة الإسماعيلية لم تنتشر بمصر، وبقايا العقيدة الإسماعيلية بأنواعها من درزية إلى نجارية بقيت في بلاد الشام. وبينما اعتمدت الدولة الفاطمية في عهد المعز على تأييد القبائل المغربية ذات البأس والعصبية، إلا أن الكفة مالت في عهد ولده العزيز إلى الموالي الترك الذين اختاروا العديد من بينهم لمناصب الثقة والقيادة. قبيلة كتامة إذن أنهكتها الحروب والفتوحات. قبيلة كتامة قامت تقريبا عليها أغلب الحروب والفتوحات الفاطمية في بلاد المغرب، ثم الفتوحات الفاطمية في مصر والشام وبلاد الحجاز وجزء من العراق. الجيوش الإسلامية التي يرد ذكرها في كل هذه المصادر تتحدث، والتركيبة الخاصة بهذه الجيوش تتكون كلها من عناصر دخلت إلى الإسلام في فترات لاحقة على نشأة الإسلام نفسه، من أمثال الترك والديلم والتركمان والأقراد وغيرهم من العناصر، وهي عناصر شديدة المراس متمرسة في القتال، كانت هي قوام الجيوش الإسلامية في الفترات اللاحقة. وبالتالي كان هذا هو نفس الشيء في تركيبة وتكوين الجيش المصري في العصر الفاطمي، فلم يكن به أساسا عنصرا عربيا أو عنصرا محليا. ولى العزيز بنجوتكين التركي القيادة وولاية دمشق، وولى برجوان الصقلبي إمارة القصر، وصار للأخير أعظم شأن فيها. استاء الخليفة العزيز من أحداث الشام، فأعد جيشا قاده بنفسه لمواجهة البيزنطيين، وخرج به إلى بلبيس، لكن المرض اشتد عليه فجأة ثم أدركه الموت. فخليفه يوم وفاته ولده وولي عهده أبو علي منصور، ولقب بالحاكم، وكان آنذاك صبيا في 11 من عمره. وفي اليوم التالي سار الحاكم إلى القاهرة ومعه جثمان أبيه في موكب مهيب وحزين. أوصى العزيز قبل موته بولده ثلاثا من كبار رجال الدولة، هم برجوان الصقلبي خادمه وكبير خزائنه، والحسن بن عمار الكتامي زعيم كتامة أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها، ومحمد بن النعمان قاضي القضاة، وعهد بالوصاية الفعلية إلى الأول والثاني. كان برجوان ويسمى أبا الفتوح خصياً صقلياً، ربي في القصر واختاره العزيز بالله وولاه إمارة القصر، وأطلق عليه لقب الأستاذ، وهو من ألقاب الوزارة في الدولة الفاطمية. هناك شخصية من شخصيات الخلفاء الفاطميين على قدر من اللغز وقدر من الغموض، وهي شخصية الحاكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. الإشكالية جاءت من أشخاص جاءوا من بلاد فارس، جاءوا إلى مصر وغالوا في صفات الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله نفسه لم يثبت عنه أنه ادعى الألوهية أو قال أنا إلهكم الأعظم أو أنا ربكم الأعلى.
بدأ الخفاء والغموض والريب يتبدى في هذا الصرح الساطع للخلافة الفاطمية، لا سيما في عهد الحاكم بأمر الله الذي شاب فترة حكمه الكثير من الحوادث والظروف والأسرار الغريبة التي أحاطت بروح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية. في بالتاريخ الغاز، إنما بصرف النظر عن هذا اللغز الكبير، ست الملك كان لها دور في تنشئة الحاكم، في إدارة، في حل كثير من القضايا، نسجت حولها حكايات كثيرة، وقيل بأنها هي تآمرت مع بعض القادة لاغتيال الحاكم. الحقيقة سيبقى اختفاء الحاكم لغز من ألغاز التاريخ. ست الملك، الأخت غير الشقيقة للخليفة الحاكم، كانت بمنزلة العين الساهرة لاستمرار توارث الخلافة الفاطمية، والحارس الأمين الخفي لبلاط الحاكم بأمر الله. ذكاؤها الحاد، إخلاصها وجمالها كان حصانة لتماسك العائلة الحاكمة. لكن قد يتساءل الإنسان حول المشاكل التي أدت إلى انهيار الخلافة الفاطمية من عام 457 هجرية وحتى عام 464 هجرية. هذه الفترة ضربت مصر فيها مجاعة ضخمة جدا عرفت بالشدة المستنصرية، قضت على عصر الخليفة المستنصر بأكمله الذي كان هو رمز قوة الدولة الفاطمية. بنجد أن هذا الرجل يطلب المعونة من أحد الأشخاص من بلاد الشام، وهو الوزير الأرميني بدر الدين الجمالي الذي اشترط على الخليفة المستنصر بالله الفاطمي أن يأتي إلى مصر بحاشيته العسكرية وبجنوده العسكريين ليخرج مصر من كبوتها. وأيضا حدثت المغامرة، مغامرة داعي الدعاة والبساسيري بالاستيلاء على بغداد، وكلفت هذه الخزانة على الأقل 3-4 مليون دينار ذهبي، هذا مبلغ هائل. الآن بدر الجمالي صار بحكم أنه كان قائد الجيوش، صار هو داعي الدعاة والوزير وقائد الجيوش، فانقلبت كل انعكست كل التركيبة. ويعرف هذا العصر بعصر الوزراء العظام الذي علت فيه سلطة الوزراء وقلت فيه سلطة الخلفاء. وصل الضعف في أواخر عهد الخلافة الفاطمية إلى ذروته، لا سيما في عهد الخليفة العاضد، بسبب تحكم الوزراء والقادة العسكريين الذين وصل بهم الأمر إلى حد التقاتل فيما بينهم على المناصب، لا بل والاستعانة بالأعداء الخارجيين للتآمر على بعضهم. بدأ المتصارعون على السياسة والسيادة في مصر يفتشون عن متحالفين في الخارج، وبعضهم نظر إلى الصليبيين وجلبوا حاميات صليبية إلى القاهرة.
بعضهم الآخر توجه إلى الشام، وكان بطل الشام آنذاك نور الدين. استعان الوزير الفاطمي أبو شجاع شاور بنور الدين الزنكي في دمشق لكي يعيده إلى الوزارة التي خلعه عنها منافسه ضرغام بن سوار. أمر نور الدين بتسيير حملة عسكرية بقيادة أسد الدين شرقو لمحاربة ضرغام بن سوار وإعادة أبو شجاع إلى منصبه. شعر شاور بخطر الزنكيين فانقلب على الاتفاق الذي عقده معهم واستعان بالفرنجة للتخلص منهم. الدولة الفاطمية واجهت الحروب الصليبية إذن لا ننسى ذلك، ثم المد التركي السلجوقي، ثم دخلنا في نفس الفترة بداية حركة المغول. إذن هنالك بدأت حركة تصدى العالم الإسلامي، نحن في فترة حركة الاسترداد المسيحي. يجب الرؤية للدولة الفاطمية في إطار إذن المشروع الكامل أو الخارطة الكاملة الإسلامية. الحقيقة بعد الحاكم لم يلي ولا خليفة متميز لا سياسيا ولا عسكريا. أمر نور الدين بتسيير حملة ثانية بقيادة أسد الدين وبمرافقة ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي لمواجهة فلول شاور والصليبيين بآن معا. واستطاع أسد الدين الانتصار على جموع شاور والفرنجة، وبعد هزيمتهم تولى بنفسه منصب الوزارة في عهد الخليفة الفاطمي العاضد. وبعد موت أسد الدين شرقو تولى المنصب ابن شقيقه صلاح الدين الأيوبي. أخمد صلاح الدين الأيوبي الكثير من الفتن وتصدى للفرنجة، وبأمر من نور الدين الزنكي أصدر أمراً بالدعوة للخليفة العباسي. أي حكم في مصر وفي أي بلد في الدنيا إذا لم يكن في وسط الشعب هو حكم زائل، أو عندما تأتيه قوة تزيله لا يبقى له أثر. الحاكم الناجح هو الذي يعيش في وسط الجماهير. غابت شمس الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 567 للهجرة. هو كذلك التاريخ، موت وولادة، نشوء وانهيار، بداية ونهاية.